المالية ما تقدرش تستحمل أكتر من كده. فعشان كده من خلال قناة النادي الأهلي بتمنى لجماهير نادي الزمالك ربنا يا رب يخرج لكم أولادكم على خير ويفك كربهم، وبتمنى المجموعة اللي فاضلة من جماهير النادي الأهلي ربنا يا رب صبر أسركم ويتحملوا الضغوط الصعبة اللي موجودة اللي أنا عارفها كويس جدا، وكمان تخرجوا بألف سلامة وكلنا نبقى مع بعض إيد واحدة زي الأول وأكتر إن شاء الله. هرجع للموضوع، مين اتكلم على لائحة سموحة؟ كان في 15 واحد في صورة، قال لك شفت الحشد. مين اتكلم على هليوبلس؟ شفتوا حد ناقش لائحة هليوبلس؟ أنا طبعًا الأندية دي بحترمها كلها وبحترم أعضاء جمعيتها العمومية، لكن أنا مش بناقش بتدخل في شؤونهم، أنا بناقش اللي معترض عليا واللي موافقني الرأي. شفتوا حد بيتكلم على النادي سبورتنج في اسكندرية؟ لو حد شاف حد ناقش أي لائحة غير الأهلي في القنوات قولوا لي، يمكن أنا غلطان. فدورنا اللي كنا نقف حائط صد، حائط صد لتغييب الوعي والضحك على الجماهير والضحك على الصفحات وتسريب الكلام للصفحات، وكمان الضحك بعقول الجمعية العمومية وتسريب الفتنة والخيانة وكلام على انتخابات. واحنا قلنا هنا، بذكر نفسي واذكر حضراتكم، وانا قلت في البرنامج اللي يتكلم على الانتخابات يبقى خاين، اللي يتكلم على الانتخابات يبقى خاين. ده ناس نادي رئيس مجلس ادارته بيعمل لائحة لأعضاء جمعية العمومية وبينتصر ونحاز لجمعيته العمومية، وأعضاء جمعيته العمومية طلبته بيومين فالناس اشتغلت على ده. إيه الغلط في كده؟ بس السؤال هنا مين اللي ناقش النوادي اللي أنا قلتها اللوائح بتاعتها؟ مين اللي حول اللائحة اللي بيكتبها النادي وبيعبر عن دستوره حولها لانتخابات؟ إحنا؟ مين اللي دخل اسم الكابتن محمود الخطيب في جملة مفيدة؟ الرمز الكبير اللي أنا على المستوى الشخصي بحترمه وكل مصر بتحترمه مش جمهور الأهلي بس، مين اللي دخله في جملة مفيدة؟ مين اللي قال أول برنامج في مصر؟ مين اللي قال الإقصاء وأقسم بالله على الشاشة اللي فيه إقصاء ثلاث مرات؟ إحنا؟ ده الكابتن محمود الخطيب ما تكلمش في أي حتة، ما تكلمش في أي حتة، أنت اللي مصر تتكلم، أنت اللي مصر تعمل صراع انتخابي وفتنة وبلبلة. عشان كده أنا هبتدي لحضراتكم القصة من البداية وأنتوا الحكم وتشوفوا إحنا قلنا ولا مين اللي ابتدى القصة من البداية. وأقحم رمزنا اللي بنحترمه الكابتن محمود الخطيب في كلام وقال إقصاء وقال مدينة نصر والجزيرة ومش عارف وإيه والصحف ومواقع تاخد الكلام استنبه ويتقال في الاخر لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي الشرفاء، يتقال لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي الشرفاء منديل وتيشيرت وازازه ميه ووجبه. اتقوا الله في الاهلي. عشان كده انا هبتدي القصه من البدايه مع حضراتكم النهارده وبكل هدوء. تعالوا نشوف مين اللي ابتدى القصه. اتفضل. النقطة المهمة اللي أنا بصوا هفضل أقول عليها مهما الناس أفضل فضلت يعني إيه تجادل وتناكف معايا، لكن هفضل أقول لكم وأنا مصمم عليها، وهي البند الخاص بمنع الكابتن محمود الخطيب من الترشح. في أوضح من كده؟ تاني أهو هقولها مرتين كمان عشان يبقى ثلاث مرات. البند الخاص بمنع الكابتن محمود الخطيب من الترشح، ثالث أهو. البند الخاص إنه محمود الخطيب ما ينزلش يبقى مترشح للانتخابات الرئاسة المقبلة. أن تكون مدة مجلس الإدارة 8 سنوات، يعني ياخد دورتين كل دورة 4 سنوات. مين اللي ابتدى انتخابات يا فندم؟ مين اللي أقسم وقال والله العظيم وقال أقسم بالله؟ مين اللي قال؟ إحنا؟ إحنا اتكلمنا انتخابات؟ دي كانت البداية. بداية الفتنة. بداية الصراع. وإقحام اسم الكابتن محمود الخطيب الرمز الكبير المحترم وتدخله في جملة مفيدة وبدأت انتخابات؟ واحنا بنتكلم على لائحة. بنتكلم على لائحة. في الآخر ولا طلع ولا في إقصاء ولا في 8 سنوات، ده أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي بيكتبوا دستورهم.
ورجعت تاني تتكلم في الانتخابات، وتدخل الكابتن محمود الخطيب في صراع انتخابي، وتعمل فتنه، وتقول اللي انت بتنقل رساله عن الكابتن خطيب، انت اللي قلت كده. طب تعالوا نسمع انت قلت ايه، اتفضل. الاهلي اتكلمت مع الكابتن محمود الخطيب من كام يوم. تمام. حصل حوار مطول معايا. وانا بعتز وبتشرف ان انا اكون بس يعني زملت وصداقه الكابتن محمود الخطيب. قلت قعدنا نتكلم دردش، يعني في ناس كتير عارفه ان انا يمكن لي علاقه بيه، بتكلم معاه، بنتقابل اسريا، وبعتزل لي علاقه اسريه انا هو. فقلت له مش هتتكلم؟ قال لي اتكلم في ايه؟ قلت له يا كابتن الناس كلها بتقول ان انت هتتكلم. قال لي انت عايزني دلوقتي اخش عشان اعمل انقسام في النادي الاهلي؟ قلت له انقسامي؟ قال لي طبعا يا ابني، في جماعه عميه وفي ناس، وفي ناس راحت تدلي برايها. طب انا هقول لك حاجه لطيفه جدا، كابتن حسن حمدي كنت بتكلم معاه امبارح، قال لي اخبار الجماعه العموميه؟ قلت له بكره. قال لي تصدق الواحد من كتر انشغاله يا احمد تخيلت انها النهارده. قال لي ربنا يستر اليومين دول يعدوا على خير على النادي الاهلي. زي ما قلت في اقصاء وطلع مفيش، زي ما قلت في 8 سنين وطلع مفيش، انا بقى بقول مفيش رساله من الكابتن محمود الخطيب. قال لك وجهها خالص، انت بتزايد، انت بتلعب انتخابات وده مش وقت انتخابات، وكل واحد يلعب انتخابات هو خاين. لان احنا كنا بنتكلم عن لائحتنا، لان الكابتن الخطيب لو هيبعت رساله اتصور مليون المية مش هيبعتها عن طريقك انت، هيدور على حد تاني غيرك انت. تعالوا شوف انا ماشي مع حضراتكم بالتسلسل، وكل دوت حضراتكم وانا قلت لكم قبل كده اللي احنا كنا رد الفعل، احنا مش الفعل، بنوضح كل يوم ونقول اللي بيعمله كل يوم ده مش انتخابات، مش انتخابات، تعبنا من كتر ما بنقول، ومصمم يلعب الانتخابات، ومصمم يلعب فتنه، ومصمم مدينه نصر، الشيخ زايد وطلب يعمل حلقه في يوم مش اجازته، يوم اجازته الراجل طلب يعمل حلقه وطلع علينا عشان يحبط الناس، يلعب بمشاعر الناس. فمره ثانيه بمنتهى الهدوء لما هتوصل رسالة مش هيبعتها عن طريق. روح للي بعد كده عشان أبين لحضراتكم الفتنة كمان اللي أكبر من كده، نروح نشوفها مع حضراتكم.